السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماني سالم معاكم لكل متابعيني وحبايبي. النهاردة هنعمل فطيرات بالجلاش بطريقة بسيطة جدا وجوع آخر الليل والسهر في الصيف بقى، والأولاد بيحبوا السهر. تعالوا نعمل لهم حاجات بسرعة جميلة وياكلوها ويفرحوا بيها جدا جدا. تعالي بقى شوفي الجمال عملناها ازاي بطريقة مبسطة، مش هياخد في ايدك دقايق، والبنوتات الصغيرين يخشوا يعملوها معاكي في المطبخ ولوحدهم ويفرحوا جدا بالنتيجة. تعالوا مع بعض نشوف عملناها ازاي. هنسمي بالله، والمقادير بتاعتنا بسيطه جدا جدا. معانا بيضايه واحده، نحط عليها حبه فلفل اسود صغيرين وربع كوبايه زيت. شايفه مقادير سهله ازاي؟ ونص علبه الزبادي، ما تكتريش. هنقلب كل المقادير كلها على بعض لحد ما تتجانس بالشكل ده. وتعالي بقى شوفي احلى فطيرات هتعمليها، والطعم كمان رائع جدا جدا جدا. محضرين معانا لفه جلاش، وطبعا الحشو اللي انت حباه. احنا النهارده عاملين بالجبنه الفلاحي والنعناع. باخد معايا ورقتين بس من الجلاش بتاعي، وابتدي بقى ادهنه بالخلطه بتاعتنا، بتخليه طري جدا جدا، والطعم كمان حكايه. هتعمليها كل يوم بنفس الطريقه. وابتدي بقى احط الحشو بتاعي في نص الجلاش بتاعي، ما تخلوش على الحروف، لا خليه في النص. وفي طريقه حلوه جدا جدا لما نيجي نلف معانا الجلاش بتاعي بطريقه مبتكره بقى، عشان الحشو ما يطلعش مني وهو بيستوي على النار. بس احنا قفلنا كده بالشكل ده، اول حرف هناخده بالشكل ده، نقفله كده، واخد الحرف التاني مش عليه، لا تحته كده، هو شايفه، يبقى الناحيتين مقفولين تماما، الحشو ما يطلعش منك وانت بتسويه. شايفه مقفول من هنا ومقفول من هنا، حلوه جدا جدا. وحضرنا معانا الطاسه بتاعتنا فيها حبه زيت صغيره، هبتدي اخد بقى الجلاش بتاعي اسويه. شايفه ما شاء الله من الجنبين مقفولين ازاي، يعني اي حشو مش هيطلع منك نهائي. طريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه، وصحه وعافيه على اللي هياكل. وشايفه بقى الجمال، ريحتها رائعه، يا رب تعملوها هتعجبكم جدا جدا. وشايفه بقى ما شاء الله تبارك الله رائعه، وريحتها جميله، والجبنه كمان سايحه جوه، يعني جبنه قريش بس ساحت وجميله جدا جدا. كلها حاجات بسيطه وموفره في البيت، وصحه وعافيه على اللي هياكل. تعالوا بقى نفتح مع بعض ونشوف الجميل. وهنسمي بالله ونبتدي نفتح بقى الفطيرات بتاعتنا. شايفه ما شاء الله طريه جدا معايا ازاي، ومورقه كانك عاجباها من بره بالظبط، واحلى كمان وكميه كبيره. وطبعا الحشو بقى الجبنه والنعناع عامله شغل رهيب، وطبعا الحشو اللي انت حباه، اي حاجه انت حباها تحشي بيها. يا رب تعجبكم الوصفه وتعملوها، وما تنسوناش في الدعوات، والدعوات من القلب للقلب، ومع بعض ان شاء الله في وصفات تانية اجمل واجمل. وكان معاكم اماني سالم، وان شاء الله بالف هنا وعافيه.